رأيت الناس أفواجا وبحر الحب أمواجا ودمع الشوق ثجاجا لحب في رسول الله. قال لي الشيخ ده لما يبدأ يقرأ العربات دي ما بتطلع، يعني يقرأ ليك القرآن ده اللهم بارك انت، ولا كأنه أصلا كأنه الزول ده انت بس يعني قدر أصيب لك ما بتجي معك. الزول ده تستمتع متعة كده ما الله بها عادي، لا تنعس ولا تتعب ولا تحس بأنه كأنه بس انت المرات لما تكون بتقرأ انت بتتعب. وكنت دائما أنا يعني بمزح معاه بقول له والله يا نورين يعني انت تبارك الله ربنا جمع عليك الحسنين. خش المطبخ والله بنفسه عمل لنا الفطور، حتى جات المرة قالت لي أخي ممكن أنا قاعد تخش المطبخ، قال لها لازم مستعجلين. دي حاجات يعني أنا بذكرها الناس يقولوا هي ما منها فايدة لكن فيها فايدة للذين يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا الرؤى الفاتت دي حكيتها لناس يعني عندهم علاقة بتفسير الرؤى والأحلام، ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليهم يعني، لكن دي لغاية الآن أنا ما حكيتها لمفسر. فمسكني ضماني على شديد وبكى، قال لي أنا تاني وسافرت محل ما بخليك وراي.